صح والله بكلمك جد صح. يعني كان جمهور الاهلي بيشيل الفرقه، بتلاقي اللعيبه بتطلعها يعني مش اقصى ما عندها، فوق مستوى، فوق اقصى ما عندها كمان، خليهم يحسموا ماتشات. عشان كده بقول لك تاثير الجمهور بيبقى طبعًا فارق جدا. طبعا طبعا فاعتقد ان هي دي يعني دي ميزه برضو للنادي الاهلي، ان انت هناك مش هيبقى الجمهور موجود. واعتقد ان اللعيبه اللي موجوده، الكواليتي الموجوده بالنسبه للعيبه الاهلي، ان هم لعبوا، في ناس لعبت كاس عالم ولعبت افريقيا قبل كده كتير فالموضوع بالنسبه لهم يعني مش حاجه جديده. ايوه انا شايف ان اللعيبه هتقدر ان هي تتغلب على الموضوع ده، واعتقد ان شاء الله باذن الله يعني ان الراجل، اتمنى ان الراجل موسيماني ان هو يحط التشكيل المناسب باذن الله، وان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه. التشكيل والسيناريو، انت قلت لي خلاص يلعب بخطته 4-2-3-1، تمام، حط لي التشكيل اللي يبتدي بيه الراجل المباراه، وايه السيناريوهات المحتمله من وجهه نظرك، يعني ازاي تتعامل مع، وبالتاكيد الراجل هيبقى حاطط اكتر من سيناريو محافظ اللعيبه انه لو حصل كذا، او لو جه فينا جون في التوقيت الفلاني، او لو احنا جبنا جون في التوقيت الفلاني هنتعامل ازاي مع المباراه. ابتدي لي بالتشكيل. بص على حاجه، الراجل هيلعب بالطريقه التقليديه بتاعته اللي هي 4-2-3-1، مش ما اعتقدش ان هو ممكن يلعب بثلاثه في نص الملعب، ما اعتقدش، لان الراجل ما لعبش بيها. يا اما بقى في مفاجاه، هو مثلا ارى للوداد كويس وارى الخطط المميزه عندهم، ده مذاكر الوداد جدا. فاحنا ما نقدرش يعني، احنا ممكن نتخيل، لكن انا عايز وجهه نظر كابتن هاني. يعني اعتقد ان الراجل هيبدا بشناوي ان شاء الله باذن الله لو سليم، هيبدا بمحمد هاني ناحيه، مع ان اتمنى، مش عايز، مش انا برضه عشان ما حدش ياخد كلامي ان انا بلاعب حد على حد، لا. انا شايف في حساسيه شويه. طبعا بيزعلوا منك يا كابتن هاني، بيزعلوا منك. بيزعلوا والله العظيم، والله بيزعلوا. بس طبعا النادي الاهلي فوق، احنا بيتهيالي الاسماء الفرديه بتتلاشى وبتتلغي في ظل انه اللعيبه عندها هدف اسمى واكبر، انه الاهلي المهم يحقق البطوله، مش مهم مين بيلعب، مش مهم مين بيلعب اساسي ومين بيشارك احتياطي، الاهم انه الفرقه توصل للبطوله. الفرقه توصل ان شاء الله باذن الله. اعتقد ان شاء الله الشناوي، محمد هاني، ان شاء الله ياسر ابراهيم باذن الله، ايمن اشرف معايا. يعني انت عايز رايي ولا انت عاوز التشكيل الانسب للراجل؟ لا عايز رايك، من وجهه نظرك ده الانسب، التشكيل الانسب، الانسب بالنسبه لنا. بالنسبه لك انت. بالنسبه لنا ياسر ابراهيم واحمد فتحي سيرد باك. احمد فتحي وممكن حمدي فتحي. وممكن حمدي فتحي يعني برضه على ايمن. على ايمن، على ايمن، على ايمن. علي معلول، السوليه، وديانج. ناحيه اليمين هيبقى، مش عايز اقول قفشه طبعا، لا قفشه كانت عامله لنا مشكله، كانت عامله لنا مشكله الفتره اللي فاتت. اعتقد ناحيه اليمين هيبقى الشحات، تمام، وناحيه الشمال اجاي، قفشه 10، وقدام ما بين مروان و لا اختار لي اسم، ما تقوليش بين ومروان وبادجي، وانت عشان انا بالنسبه لي راس حربه. بالنسبه لي بادجي، بالنسبه لك بادجي، لان بادجي هتحتاجه كتير في المباراه دي. هتحتاجه كتير. ما تبتديش بجيرالدو، يعني لا عنصر السرعه. بص ممكن جيرالدو ممكن يبقى في توقيت معين في المباراه، لان انت طول ما الماتش بيمشي وطول ما الوقت بيعدي بيبقى عليهم ضغط اكتر، فممكن يبقى في مساحات الشوط الثاني عندهم في الخط الظهر او ورا الباكين بتوعهم، ممكن تستغل في الوقت ده جيراردو. لان الشحات برده كلنا عارفين الشحات لسه راجع ولسه برده ما رجعش في الفورمه بتاعته. أيوه. فممكن تستخدم جيراردو في فتره معينه او وقت معين في المباراه. انت واجهت اي فرقه من فرق شمال افريقيا اثناء لعب بطوله افريقيه؟ يعني لعبت مع فرق من تونس او من الجزائر او من المغرب قبل كده؟ لا انا على السنتين اللي قعدتهم ما لعبتش، لا ما لعبتش حد من شمال افريقيا. بس انا في سنه كنت مقيد فيها وفي سنه ما كنتش مقيد فيها. لان كان مستر جوزيه كان مشي السنه، في السنه اللي احنا خسرنا فيها البطوله ومشي، كابتن حسام كانت اول ولايه ليه، وخرجنا من كانو بيلرز لو الناس افتكر، يعني كنا خرجنا من البطولتين ورا بعض. فما لعبتش، لا يعني ما حصلش شرف. بس طبعا يعني طب حتى كجمهور يعني ممكن لو مش حتى مش في الملعب، دايما مدرسه شمال افريقيا يعني بعيدا عن الكوره، في طريقه او اسلوب في المواجهه لما بتلعبهم على ارضهم، فكره العصبيه، فكره الشحن الزايد، فكره انه يوترك ويخرجك عن تركيزك، فكره الاستفزاز. هل اتعرضت لحاجه شبه كده في الملعب قبل كده؟ على فكره الافارقه مش شرط شمال افريقيا بس، في افارقه بيعملوا كده برضو. يعني في افارقه بيحاول ان هو يرخم عليك، بيحاول ان هو يخرجك عن شعورك، بيحاول ان هو ينرفزك. فالحاجات دي يعني شايف ان هي خلاص بقت موضه قديمه ومبقتش في الكلام ده دلوقتي. الاعتماد دلوقتي على ادائك في الملعب وعلى سيطرتك مثلا في المباريات والكلام ده. انت يعني
ما اعتقدش ان في دلوقتي، وبعدين موضوع الفار ده كمان بيصعب الدنيا شويه على حته الاعتداءات والاسلوب. والله مش شرط يا كابتن، انت بتشوف يعني شفنا حاجات واضحه وضوح الشمس وما ولا فار ولا غير فار. يا راجل سيبك انت من الكلام ده، فار ايه اللي انت جاي تتكلم عنه؟ نعمل نركب كاميرات طيب في اللعيبه وهي بتمشي؟ لا، فاعتقد ان الموضوع دلوقتي ما بقاش زي الاول، يعني الدنيا هدت شويه وبعز الاول كان الموضوع كان صعب جدا، وشفنا حتى البطوله العربيه اللي كانت معموله هنا في أيوة. في القاهره التحكيم قلق بالنسبه لك يعني مصدر قلق؟ خايف من التحكيم؟ طبعا بالذات في المغرب، لان احنا شفنا السنه اللي فاتت تقريبا او قبل اللي فاتت الوداد والرجاء واللي حصل في النهائي، فبصراحه كانت كارثه يعني. انت بتتكلم على بطوله افريقيا دوري ابطال افريقيا؟ وداد والترجي. وداد والترجي سوري. فكانت طبعا يعني الماتش كان فيه كوارث يعني، واعتقد ان التحكيم لازم يبقى فيه حكم موجود يلوك بالفريقين، لان الموضوع مش هيبقى فيه، محدش هيستحمل بقى ان بيبقى فيه غلطات، لان انت بتتكلم دلوقتي في فار موجود وفي ناس موجوده والعالم كله بيتفرج، فمفيش مجال ان الحكم يغلط غلطه سخيفه زي اللي كنا بنشوفها قبل كده يعني. طيب الناس متوقعه مباراه تميل اكتر للناحيه الدفاعيه من النادي الاهلي، يعني متوقعين انه هدفنا الاول ان احنا نامن ورا ونحاول نخطف حاجه قدام، متوقع ان السيناريو يمشي كده ولا متوقع الاهلي يلعب بطريقه متوازنه؟ وايه اللي تقوله لفراوده واجنحه النادي الاهلي في ماتش زي ماتش الوداد؟ يعني لو في نصيحه تحب تقولها لهم يهتموا بايه او يركزوا على ايه او يحاولوا يعملوا ايه؟ طبعا الحته الدفاعيه مهمه جدا في مباراه زي دي، ان انت لازم الهافين بتوعك لازم يبقى في رجوع مع الباكين بتوعك، ده حاجه يعني مفروغ منها يعني. أيوة. تتكلم في مباراه مهمه جدا، مفيش كسل يعني، انت لازم تبقى تركيزك مليون في المية في مباراة زي دي، ان انت ما فيش حاجة اسمها ان انا مش قادر ارجع، لا لازم الهافين النهاردة الماتش ده لازم الهافين يبقوا كتلة واحدة مع خط النص مع الباكين بتوعك، لازم يبقى في رجوع كامل، دي ما فيش فيها كلام. حتة النص الملعب برضه عليه عامل كبير جدا، ان انت ازاي ان انت توقف خطورة اللعيبة اللي موجودة في 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 في, في نص ملعب نادي الوداد. عايز برضو اقول اليو ديانج عملها كويس قوي قوي الماتش اللي فات، ماتش عبد الله سعيد، عبد الله سعيد ما حسيناش بيه عالمي يعني، بالظبط يعني ما حسيناش بيه نهائي عبد الله، ولكن ما حسيناش بطرد السوليه يعني تخيل الاثنين يعني الراجل قايم بدورين، قايم ان انت عندك يعني لاعب من احسن اللعيبه في مصر في الوقت ده، وقدرت ان انت توقف خطورته، وتاني حاجه ان انت بتلعب، مش عايز اقول لوحدك لان قفشه كان معايا، مش عايز برضو ابخس حد، بتزيد وبتكمل وبتروح بتكمل وبتعمل اسيستات يعني، اول ست دقايق عامل اسيست للشحات، فالراجل بدا يتطور وبدا مجهوده يعني، مش عايزين نحسده طبعا لان ديانج لاعب مهم جدا ومؤثر جدا. طيب ده اجي لفراوده، الكلام انت بتقوله معناه انه الفرصه هتبقى نادره والهجمه طبعًا. هتبقى عزيزه زي طبعًا. ما بيقولوا الفراوده، لو توجه لهم نصيحه فراوده تحب تقول لهم ايه يا كابتن هاني؟ الفراوده في مشكله عندنا في الفراوده الفتره دي، ان احنا بنضيع حاجات سهله جدا يعني، ما ينفعش ان انت في مباراه واتكلمنا فيها كتير ان لازم الفراوده تستغل نص فرصه يعني، ما فيش عندك وقت ان انت يجيلك انفرادين وتقول لي لا المشكله لما احط لا التالت. مش هتجيلك الثالثه مش هيجيلك، لازم الفرصه اللي تجيلك في وقت زي ده لازم تستغلها كويس جدا جدا جدا. واعتقد ان يعني زي ما قلت يا استاذ احمد، ان الانسب بالنسبه لي بادجي، لان بادجي يعني قوامه يعني راجل طويل وراجل افريقي وراجل بالظبط، هو الماتشات دي لعبها كتير تمام، فانا شايف ان هو الانسب واحد اللي هو يكون موجود في بداية المباراة. كل التوفيق، نتمنى نتوقعك للماتش.